والله الأول الحمد لله فرصة كويسة قوي من الجهاز الفني إن هو ياخد معاه شباب زينا، يعني حاجة بتخلينا إن إحنا نيجي نثبت نفسنا ونثبت إن القطاع عندنا كويس، والناس اللي تحت برضو يعني كابتن وليد وكابتن شوقي وكابتن بدر دايما في ظهرنا وبيطلعونا على طول ومفيش مشكلة وساندونا، ولاعيبة كبار نطلع فوق بنتعامل مع اللعيبة الكبار محدش فينا بيحسسنا بأي فرق. فإن شاء الله معسكر يكون بداية خير لينا كلنا، لي أنا وزمايلي كلنا، وإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا ويكون دي البداية إن شاء الله. ده حاجة كويسة جدا لينا، وفي نفس الوقت كل واحد بيقدر يطلع اللي عنده، بيثبت إن هو عايز يطلع ما ينزلش تاني للناشئين، فربنا يسهل. الواحد دلوقتي بيموت نفسه بيطلع أقصى ما عنده أو بيحاول يجيب فورموت اللي هي تحت في الناشئين، والحمد لله يعني بدأنا نخش في المود بعد أول تمرينة وتاني تمرينة، يعني كل مرة بنخش أكتر الحمد لله، ربنا يكرم إن شاء الله والواحد يجيب فورمته. والله والحمد لله يعني شكرا على ثقة الجهاز فيها إن مدينا كل تيم شوت فرقتين، يعني الحمد لله ثقتهم فينا كبيرة وكنا قد الثقة الحمد لله وظهرنا بشكل كويس، واحتكاك مع لعيبة كبار مش في الدوري المصري، لعيبة أجانب كتير في الدوري السعودي ودوري قوي، فاحتكاك وطريقة لعب حتى مختلفة. فالحمد لله يعني الواحد كلنا بصراحة كلنا الناشئين الحمد لله واللعيبة الكبار ظهرنا بشكل كويس. ماتش كان كويس قوي بس كان سوء توفيق، بس الحمد لله يعني ربنا كرم وعملنا ماتش كويس جدا. بصراحة كلهم بصراحة اتكلموا معايا، بس اللي افتكر له قوي يعني كابتن أكرم وكابتن قفشة وكابتن حسين وكابتن رامي، اللي هو دايما عادي نتكلم مع بعض، ما فيش جوه الملعب اللي هو انا زعقت لك فانت تخرج من الماتش او تتنرفز، لا عادي انا بزعلك عشان مصلحتك، كلنا بنوجه بعض، ما حدش بيتكلم ولا بيعلي على حد ولا بيكبره على حد ولا الكلام ده كله، لا احنا كلنا هدفنا واحد دايما، الاهلي النادي الاهلي منظومه ان احنا بنكبر بعض جوه الملعب لان كلنا عايزين مصلحه الفريق، عايزين دايما نكسب، وما يفرقش معانا ودي من رسمي، احنا الماتشات كلها عندنا ماتشات واحده ماتشات بطوله، كنا عايزين يبقى أول ماتش لينا مع الفريق الأول متذاع والدنيا تكون أحسن من كده، بنكون نكسب ما يكونش خسارة، بس الحمد لله يعني كرم ربنا إن عملنا ماتش كويس، بس ما فيش توفيق، إن شاء الله التوفيق يكون الماتش الجاي ونعمل ماتش أحسن. لا الحمد لله كان هاتريك ماتش بيراميدز كان متذاع على قناة النادي الأهلي، وكنت بلعب في مساك، ما كنتش بلعب في باك ليفت، كنت بلعب في مساك وأنا دايما تحت بلعب مساك أكتر من باك ليفت، ف يعني الحمد لله دي برضه ميزة كويسة. وكرم ربنا طبعا جايب كورتين كور ثابته اتنين هيد وواحده شوطه الحمد لله، كان كرم ربنا كبير تعب الفتره اللي فاتت كلها، وطبعا زمايلي تحت كانوا مساعديني في الحوار ده ان انا التحرك بتاعي، وحد كان بيفضي لي البعيده دايما باخد البعيده فحد كان مفضيها، وشغل طبعا مع كابتن احمد عبد الظاهر وكابتن احمد جلال تحت وكابتن خالد مدرب الحراس والجهاز كله تحت، بصراحه مش عايز انسى حد، وكلهم بنشتغل تحت على الكور الثابته والحاجات دي كلها، بحب اشكرهم جدا بصراحه، واقفين معانا تحت جامد. لا الحمد لله والله يعني دايما اللي بدا الحوار ده معايا كان كابتن شرف وكابتن محمد سعد، قبل كابتن شرف برده كان اول سنه ليا كانت كابتن محمد سعد وكابتن شريف عبد الفضيل، طبعا لهم الفضل الكبير ان انا اكون موجود هنا دلوقتي، بس اول سنه كنت دايما مع كابتن محمد سعد كان بيلعبني شويه مساك شويه باك ليفت شويه هاف، كان بيشوف الحته الناقصه فين وكان بيحطني فيها، جه كابتن شرف بقى كمل لي الحته دي اكتر، والحمد لله مؤخرا لعب يعني 20 ماتش عندنا في الدوري، لعب منهم مشارك منهم 19 الحمد لله، لعب جايب هاتريك وعامل 5 ولا 6 اسيست وجايب ولعب 16 19 ماتش مساك وماتشين ثلاثه كده باك ليفت الحمد لله، يعني ظهر بقى ده كويس تحت الحمد لله. لا بصراحه دي في حتته في حته ثانيه، ومنعم برده في حته ثانيه، يعني منعم انا حضرته في الناشئين اخر سنه ولا اخر سنتين 9 كان ما شاء الله، يعني ما منعم ده كان جبار ما شاء الله، يعني واحد على واحد دي انسى انك تعدي منه، يعني هو ما شاء الله يعني بيذكرني المدافعين ايطاليا، لو انت هتعدي مني مش هتعدي الكره، ممكن تعدي انت لا. كابتن معلول ما شاء الله يعني تاريخ كبير مش هقدر اتكلم عنه طبعا لانه في حته ثانيه لوحده خالص، يعني انا بالنسبه لي كابتن معلول ده يعني زي مثلا اللي هو واحد مثله الاعلى عداه اللي هو الليفل اصلا ليفل الوحش ما شاء الله، يعني خبره كبيره جدا وتاريخ، فكان في تمرين كورسات كابتن معلول كنت بستلم الكوره وبلعبها بقوه شويه، متعودين تحت اللي هو بلعب الكوره بقوه شويه، فكابتن معلول كان في تمرين اوفرات وده فاداني كده اللي هو السنس بتاعه شويه، ف
فقال لي بص الاول ارفع عينك وبعد كده استناهم استناهم اول ما يبدا ياخدوا الخطوه اعمل الكروس جامد زي ما انت بتعمله. فعملته فشجعني يعني في الحته دي واداني بصراحه من خبرته وبحاول اكتسب من خبرته كتير. فان شاء الله اكون خلفته ولا اكون قريب بس من تاريخه ومستواه في الملعب ان شاء الله. بالنسبه لنا احنا جايين المعسكر ده مش اللي هو ترفيه ولا حاجه، احنا جايين مركزين اللي احنا عايزين ان شاء الله نطلع نجيب فورمتنا كلها ونطلع اقصى ما حاجه عندنا عشان لو نبدا نثبت رجلينا واحده واحده زي ما بيقولوا كده الكتابه بالرصاص، ونبدا بقى واحده واحده بيتجف كده. فان شاء الله دي تكون البدايه وربنا يسهل ونكون عند حسن ظن الجهاز. هو الفكره كلها ان احنا بنهزر وكل حاجه بس مش دايما الوقت كله هزار، ممكن مثلا نهزر شويه ننكش بعض شويه لكن مش دايما واحنا جايين لهدف معين. يعني هو في مخلوف وفي ابراهيم، بس ابراهيم علاشاته صعبه بصراحه، ابراهيم لما بيقلش علاشات ناس قديمه تسعينات وثمانينات. وفي جوده برضه في ابو الخير، لا اللعيبه كلها لذيذه بصراحه، ومازن اللعيبه كلها لذيذه، وتعيم تعيمه ده يعني هو اصلا جاي لنا من اليونان ما بيتكلمش واحنا بنحاول ندردحه كده عشان ندخله معانا. مستر الكور طبعا انا طلعت معاه في اول مكان جه في فتره الاعداد السنه اللي فاتت، الحمد لله ظهرت معاه كويس قوي في ماتش اسوان وماتش بتروجيت اللي كانوا وديين، وكنت برده معاه قعدت معاه فتره الاعداد كامله الحمد لله. كان في اللي هو القبول يعني الحمد لله، والطريقه كانت لذيذه بينا، وبعد كده بدات اطلع وانزل بشكل باستمرار دايما، والحمد لله لما كنت بطلع برده كان متذكرني وكان عارفني. والجهاز الحمد لله الجهاز برده في معامله والدنيا معاهم لذيذه وجميله بصراحه. والمعسكر المره دي برده بيتكلم معانا دايما ان ما نخافش، احنا بنلعب في النادي الاهلي، احنا عندنا 20 سنه، انا بالنسبه لي 20 سنه دي اللي هو يعتبر درجه اولى ما ينفعش ناشئين تاني. فهو دايما بيتكلم معانا في النقطه دي، ما تخافش والعب، انت لعيب كبير مش لعيب صغير لسه، ودايما هو في ظهرنا، وعادي تغلط مره واتنين بس ما تكررش الغلط، تغلط في حاجه جديده عشان نتعلم الحاجه الجديده ديت، وما كررش الغلط. فالحمد لله يعني ربنا يكملها على خير. انا ان شاء الله انا والله والطموح ده من زمان، بس السنه دي بالذات من اول الموسم من اول السيزون وانا حاططها في دماغي ان شاء الله الدوري قبل ما الدوري بتاعنا يخلص، والدوري بتاعنا يخلص في 4، انا ان شاء الله ناوي ان انا قبل 4 ده ما يعني اطلع فوق الفيرست ما انزلش تاني ان شاء الله. فهو مثلا الاعلى يعني بصراحه انا بحب 2 جدا بصراحه، بحب احمد فتحي مع اني بيلعب باك رايت، بس انا بحب الجرينتا والروح بتاعته، وبحب كابتن علي معلول طبعا مثلا الاعلى، وعالميا بصراحه بشوف مارسيلو، يعني مارسيلو ما شاء الله